راديو نيل. وسؤال مهم جدا موجه النهارده لكل المتجوزين اللي بيسمعونا في كلامي زي ما بكلمك، هل بتحب تسافر مع مراتك لوحدكم ولا بتحبوا تسافروا دايما مع جروب وشايفين ان اللمه احلى من ان انتوا تبقوا لوحدكم، ولا بتعملوا الاثنين؟ يعني قولوا لي على رقم الاس ام اس 105.3 والفان بيج نغمه فام. قلت لكم على دراسات كتير جدا بتتكلم على انه السفر مهم، ويمكن حسن كلمني في الفاصل بيقولي ان هو ما بيحبش السفر اصلا، فيعني يمكن دي حاجه غريبه لانه من اكتر الهوايات اللي الناس كتير قوي بتحبها هي السفر. ودليل على كده انه كمان في دراسات كتيره بتقول ان السفر بيساعد انك تبعد تماما عن اي توتر، عن اي ضغط نفسي، انك كمان تستعيد طاقتك الايجابيه من اول وجديد، فترجع الشغل فريش مبسوط. ان كمان السفر بيخلي الانسان يعرف نفسه كويس، يراجع نفسه، يغير حياته للاحسن. السفر بيعمل حاجات كتير قوي 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 حلوه غير اللي قلناها من شويه كمان، واقول لكم على حاجات اكتر السفر بيعملها وفوائد كتير. ولكن خلينا كده نقرا الاس ام اس. فيها مثلا منا على الاس ام اس بتقول انا ما بحبش اسافر مع اصحاب جوزي لانه كل واحده في مراتات اصحاب جوزي بتبقى مختلفه وطبعها مختلف عني. ففي كتير يعني في بعض الستات، اصل الستات دايما عندها برضو مشكله مع بعض. يعني خلينا نتكلم بصراحه، يعني ايه، وكلميني زي ما بكلمك، عشان دايما الست شويه غيره، ممكن هي طبعها غير طبع الست التانية، فيحصل كلاش بينهم مثلا، فيبقى الراجل في النص يا عيني وصاحبه مش عارفين يعملوا ايه، وده اللي بيحصل كتير طبعا. بس في ستات عقلها كبير، يعني في ستات بتكبر، يعني ممكن نسافر جروب عادي وتكبر من اي ست تانية في الجروب مثلا، رأيها مش عاجبها، او مثلا ست ما اتفقتش معاها، لانه مش اي اتنين ستات برضو هيحبوا بعض بسهولة، ومش اي اتنين ستات هيتفقوا مع بعض. بس والله اللمة حلوة، يعني حتى لو انت مش متفقة مع ست في الجروب ده، او اي يعني زوجة من زوجات اصحاب جوزك، يعني ماشي الدنيا، ما هي سفرية وهتعدي، يعني عشان حتى جوزك يبقى مبسوط، فانت كمان تبقي مبسوطة، فنبقى جروب كلنا مع بعضينا وشلة لذيذة كده، نعرف نعمل سفرية حلوة نغير جو بيها. يعني برضو لازم تكبري دماغك شوية. في على الاس ام اس احمد منصور بيقول يا خلود كلميني، انا لسه متخانق مع مراتي بسبب الموضوع ده، انها بتحب تسافر دايما مع جروب اصحابها وانا معاهم، بس انا ما بحبش اعمل ده، انا بحب نكون انا وهي لوحدنا، لان انا رومانسي شوية بس هي عملية اكتر وبتحب اصحابها اكتر. يعني مو شوية رومانسية وشوية اصحاب وشوية لما وشوية لوحدنا، يعني برضو يا جماعة نوعوا، يعني بلاش نفضل على نفس الوتيرة طول الوقت، مو نفس الوتيرة دي هتخلينا نمل. احنا لو لوحدنا على طول هنمل، لو مع اصحابنا على طول برضو هنمل. لازم تغيير علشان يعني الموضوع يبقى لطيف ولذيذ، وما يبقاش يعني نكسر الملل، نكسر الروتين، يعني شوية كده شوية كده شوية كده، يعني لازم، مهم قوي.